السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حصتكم دقيقه برك، برنامجكم اليومي اللي يجيكم على قناتكم الوطنيه. اليوم جبنا لكم موضوع جديد في مكان جديد وهو حق الطريق. تبعوا معنا. السلام عليكم، مرحبا بكم. حبيت قبل ما نبدا لازم نقول عفسه اعزائي المشاهدين اللي راكم تتبعوا فينا، هذه اول عائله حبست لنا وحتى ما من عندنا. كل من حبس العائلات يقول لك لا نيفيتيو، هذه اول عائله جزائري حتجوز معكم كما راهم قاعدين حتجوزوا معنا في الحصه. حنا الحصه تاعنا اسمها دقيقه برك، هذه الحصه دينيه توعويه، كل يوم نجيبوا موضوع نديروا له صله بالدين ونسيو ونذكروا الناس، لان هذه اصلا كانت القيم ومبادئ تاع الشعب الجزائري. ماذا بينا حنا الشعب تاعنا يعاود يولي كما كان زمان واحسن. الموضوع تاعنا اليوم هو حق الطريق. حق الطريق هي مساله متشعبه بزاف، حق الطريق بزاف في جوانب، كف الاذى، اماطه الاذى، رد السلام، غض البصر، المشي المعتدل العادي. انا اليوم حبيت نقول لكم عفسه نهضروا كلمه طيبه، عباك بلي كلمه طيبه دخلها في حق الطريق تجوز على ناس سلام عليكم. هذاك الانسان بالك ما تعرفوش كاع يكون في حاله هستيريه تاع الغضب، تدخل تقول السلام عليكم خويا واش راك لاباس بخير، والله الحمد لله راك نعمه. عباك بلي هذيك تقدر انت سيد باك حي راح يدير كريم مزعف تهديه بحاجه ما كاش كاع يسنى فيها. وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اعطوا الطريق حقها. قيل كيف يا رسول الله؟ ذكر وقال قال ردوا السلام. السلام عليكم لاباس اخت، تفضلي معنا منا معليش. حنا نعطيو هنا موعظه على حق الطريق. راني نقول لهم بلي واحد كيكون زعفان تكون تمشي هكذا في الطريق وتقول له السلام عليكم واش راك اخي، تسقسي هكذا عادي على بالك بلي هو في هذيك الحاله يتكالما. الاخت معليش برك ولي لنا شويه منا باش عباك يتكالما الحاله تاعو تتهدى. حتى انسان تكون جايز يقول لك سلام عليك، انت كي ترد له يقول لك تما انا انسان مهم في هذا لو فات كي شافني ايوا تما دار له قيمه. حنا ما صلاتناش تكون تمشي في طريق تقول واحد سلام عليكم ما يرجع لكش، ومن بعد واش تقول؟ والله كان زيد قلت انا ماني صح ولا ماشي صح؟ وهذه واش حيولد؟ يولد الحقد، البغض، الغل، يولد الاشياء السلبيه اللي موجوده كاع دير. ومن بعد واش يصرى؟ تتناقل هذه الصفات السلبيه الى افراد العائله، وافراد العائله حتخرج للمجتمع، وكي تخرج للمجتمع يولي المجتمع كاع في مشاكل. ثم هذه هي هذا هو الموعظه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. وان شاء الله صحة فطوركم. امين يعطيكم الصحة والسلام عليكم، وسمحوا لنا بطولنا عليكم. صحة السلام عليكم. عباك بلي الاسلام حطنا على حق الطريق. حق الطريق هو موضوع متشعب كبير وواسع فيه بزاف جوانب. انا اليوم جبت لكم جانب صغير وهو ذكر الله في الطريق. عباك بلي ذكر الله في الطريق هو من حق الطريق. دوك نفهمك كيف تكوني تمشي تذكر يا ربي سبحان الله الحمد لله استغفار استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة على النبي، هادو ما قاعيتك يدخلوا في ذكر الله في الطريق. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا نعطيك معنى الحديث باش ما نغلطوش في الحديث، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من لا يذكر الله في الطريق يصيبه من الجهل والعين. واش المعنى؟ أنا عطيتك الجهل والعين تما التفسير تاع كلمة بترة اللي جات في الحديث الصحيح. أنا نعطيك تفسير أدق من هذا الجهل والعين. واش يقصد بالجهل والعين؟ هو البلاء في الطريق. تسمى واحد تقدر تجي تبلاك تضربك مهبول يصدم عليك كلب يجري موراك ما بلاش اي حاجه اما فوالا الخواطئ شغل حاجه الدونجي فوالا مخاطر تاع فوالا يعطيك الصحه الدونجي تاع الطريق. والعين راكي على بالك الشيطان منا كان الانسان ما يقولش ما شاء الله بسم الله كي فاهمه. هنا هذا يعيطوا له التحصين، هذا من جوانب التحصين ومن جوانب حق الطريق. هذا المعنى الكبير الاجمالي. والفضل تاعو على بالك شنو هو الفضل؟ الفضل اول حاجه هو حفظ النفس وحفظ الجسد. الحاجه الثانيه واش هي؟ الحسنات. ايوا تزيد لك في الحسنات حتعمر لك الميزان تاعك يوم القيامه اللي ان شاء الله به تدخل للجنه. تخيلي معنا كان دوكا كيما راكي من دوك وين راكي رايحه المكان تاعك تسمى نقطه الوصول تاعك تذكري فيها ربي انت وصحبتك. عرفتي شحال حتدو من اجر؟ تدو اجر ندي اجر معكم تسمى ما تحرموناش من الاجر. خواتاتي يعطيكم الصحة صبرتوا معنا سمعتوا معنا يعطيك الصحة على المعلومة. ان شاء الله ان شاء الله تكون استفدتوا شوية معنا. صحة فطوركم والسلام عليكم. يعطيكم الصحة. السلام عليكم. السلام.
عباك واش هي الإماطات والأداء عن الطريق. تكون تمشي في الطريق تلقى حاجه تجيني تنحيها، يا لو كان تكون حجره صغيره. من حجره صغيره الى جذع شجره حتدي فيه اجر. هذا الحق طريق من جانب تاع العوائق. نزيد لك حاجه واحده اخرى، واحد يكون يسوق في الطريق وواحد قبله قاعد يقصر، هذا راهو تعدى على حق طريق. حق طريق انه كي تمشي دير حسابك كاين عباد موراك، حتى الباساج كي يقطع يدير حسابو الطوموبيل تاعهم جايزين لازم يقطع في حقه. على بها داروا له باساج بيطون ممر راجلين، هادو ما قاعد داخلين في حق الطريق. ورانا نشوفوا احنا بزاف يوميا اننا شعب يتعدى على حق الطريق بزاف. حنا ان شاء الله بهاديه لدينا تذكره صغيره باذن الله باش واحد ان شاء الله ينتبه الى حق الطريق ويصحح من العادات تاعو، باسكو هذه عادات تنحى، لان في الاصلنا خاصه احنا شعب جزائري عندنا بدره طيبه، وهذه البدره تكبر بالك بالك تعيا جويه تميل بس تعاود تتسقم. قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام بضعه وسبعون او بضعه وستون شعبه، اولها لا اله الا الله، واخرها اماطه الاذى عن الطريق. خويا صح فطورك؟ الله يسلمك تايا زاد، ان شاء الله تكون استفدت شويه معايا. يحفظك بارك الله فيك. السلام عليكم، مرحبا بك. بارك الله فيك. امين يعطيك الصحة. حق الطريق هو موضوع متشعب بزاف. انا جبت لكم شعبة منه وهو كف الأذى عن الطريق. أباك شنو هو كف الأذى عن الطريق؟ أباك هو ولا لا؟ دوك نقول لك شنو هو. تكون تمشي تلقى زوج يضربوا، هذا أذى للناس، باسكو كي زوج يضربوا حيقولوا كلام ماشي مليح. نعم وكلام ماشي مليح تقدر تكون تابع الأهل تاعك تسمع هذاك الكلام. نعم هذا. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال لك؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم لازم لازم تكف هذا الأذى، وهذا يدخل في حق الطريق. ايوا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. أي الدينية؟ الأذى واحد، نقدر نعطيك أذى واحد أخر. ما هو التالي؟ واحد يكون في غير وعي ويمشي ويكسر ويخسر عفايس عمومية تاع الشعب. هذيك الثانية أذى، والرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا باش نكفوا هذا الأذى. صح بلاتي هي أحسن. لازم لا تكسر الحجاج، لا تكسر الحيط، لا تكسر هذا، لا تكسر الشهادة، لازم يكون احترام التقدير. أخي وش يقول لك؟ من رأى منكم منكرا فليغير. يغير من يشق المكر لازم يغير بنو آدم. سمح لنا دوك علينا وش نكفوا الأذى. ولازم نوصوا الناس واحد اخرنا على كف الاذى. اعزائي المشاهدين، كما شفتوا معنا في الحلقه تاع اليوم كان الموضوع تاعنا حق الطريق، وين تعرفنا على انه حق الطريق فيها عده جوانب وهي كف الاذى، ذكر الله في الطريق، المشي معتدل، حتى اماطه الاذى عن الطريق، وقول الكلمه الحسنه، ورد السلام، وكل هذا ذكر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى في القرآن الكريم جاءت آيات عديدة تنص على حق الطريق، ومنها قال الله تعالى والذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خوتي إن شاء الله تكون عجبتكم حلقة اليوم، ونسناوكم غدوة إن شاء الله في موضوع جديد في نفس الوقت. سلام.